أذهب بداية إلى رام الله دكتور عصمت منصور خبير الشؤون الإسرائيلية. دكتور عصمت، استكمالا على حديث أيضا ضيفي وما قاله زعيم المعارضة الإسرائيلية النقطة الخاصة بيائير لبيد، أن نتنياهو لا يهتم سوى بعدم انهيار حكومته، كيف تؤثر مواقف نتنياهو وخصوصا في الفترات الأخيرة المتعنتة على مسار الحرب والوضع الإنساني أيضا في قطاع غزة؟ مساء الخير، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والمتابعين. يعني أنا لا أفضل أن يعني نقلل من مساهمة الآخرين، حتى رئيس المعارضة وأيزنكوت وغانتس وبقية قادة الاحتلال في هذه المذبحة وهذه الإبادة. تم إخراج غزة والشعب الفلسطيني من حظيرة البشرية، تعاملوا أنه كل من أنه لا يوجد أبرياء في غزة، هذا الشعار رفع في اليوم الأول، يعني لا يوجد أبرياء، وشيطنوا كل الشعب الفلسطيني، وتحت هذا العنوان العريض بدأوا بهذه يعني حملة الإبادة التي طالت البنية التحتية، المدارس، الجامعات، المساجد، العيادات، المخابز والبشر أيضا، ووصلت بنا إلى هذا الحال، البنية التحتية، الصرف الصحي، المياه، تجويع، كل ما يمكن أن يخطر على بال البشر من عقوبات جماعية وممارسات فيها انتهاك لحقوق الإنسان وجرائم حرب مارستها إسرائيل، وكلهم يتحملون المسؤولية، لأنه كل المجتمع الإسرائيلي حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها يبارك هذه الحرب ويصطف خلف نتنياهو فيها. الآن هناك خلافات طبعا وهناك تصورات مختلفة، ولكن حول التكتيك وحول الأولويات وحول مكانة الأسرى وأي ثمن يدفع وغيرها. نتنياهو يقود المجتمع الإسرائيلي، يقود اليمين الإسرائيلي نحو حسم الصراع في الضفة وفي غزة على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني وتهجيره. أنا أذكر وأذكركم أنه في بداية الحرب أول كلمة قالها نتنياهو: أخرجوا من غزة سنحولها إلى خراب. وهذا ما قاله غانتس في اليوم الأول من الحملة على شمال الضفة: أخرجوا ويمكن تبديل السكان أو نقلهم إلى آخره. الذي منع التهجير هو صمود شعبنا، وأيضا الموقف المصري الذي كان فعلا موقف يعني حازم ولا زال في رفض هذه القضية. وعندما عجزوا عن ترحيل الشعب الفلسطيني قالوا إذا سندفع للهجرة الطوعية من خلال قتل كل أسباب الحياة وقتل كل مقومات الوجود البشري الإنساني. عندما لا يعود لك لا بيت ولا مدرسة تدرس أبنائك فيها ولا عيادة تتعالج فيها ولا مستشفى ولا عمل تلجأ إليه ولا دخل أنت ستهاجر. ولذلك أيضا هذا المشروع يواجه من قبل صمود شعبنا على الأرض، والآن تنتشر الأوبئة والأمراض ويعني يحاصر شعبنا ويمارس عليه سياسة التجويع. كل هذا طبعا واضح أنه يقف خلف نتنياهو. الآن نتنياهو يضع مصلحة ائتلافه فوق كل هذه الاعتبارات، أولا لأنه لا يجد ردع من المجتمع الدولي، لا أحد يردع نتنياهو، لا أحد يعاقب نتنياهو على هذه الجرائم. ثانيا لأن المجتمع الإسرائيلي يصطف خلف الحرب والإبادة، وإن كان يختلف على نتنياهو، يعني نختلف على نتنياهو ولا نختلف على فكرة الإبادة. ثالثا لا يوجد معارضة حقيقية لنتنياهو، لا يوجد. المعارضة تسابق نتنياهو على اليمين. عندما يغتال قائد سياسي يباركون الأمر، عندما يرتكب مجزرة يشدون على يده، ولذلك لماذا يرتدع؟ الآن نتنياهو يعتبر أن وجوده في الحكم ووجود اليمين سيان، أنه أصبح شرط وجود اليمين وجود نتنياهو في الحكم، وأصبح وجود اليمين هو عامل أساسي. طب دكتور، حتى أفهم هذه النقطة وأنت خبير في الشؤون الإسرائيلية، نتنياهو أيضا يتحدى مطالب الشرع الإسرائيلي، يتحدى مطالب المظاهرات التي رأيناها، ويتعامل مع المتظاهرين بشكل ليس به أي يعني قواعد، وينتهك حتى قواعد التعامل مع المظاهرات في الداخل الإسرائيلي، وهذا مصور أمام العالم كله. كيف يفسر ما يحدث الآن في الداخل الإسرائيلي من نهج أيضا ينتهجه نتنياهو يعاند الشارع الإسرائيلي ومطالب أهالي المحتجزين والشارع الإسرائيلي بوقف هذا العدوان على غزة؟ صحيح صحيح، أتفق معك. يعني ما شهدناه ليلة أول أمس غير مسبوق. هذه الأعداد من المتظاهرين لم يسبق أن نزلت إلى الشوارع. ربما في يعني الانقلاب القضائي شهدنا مثل هذه الأعداد، ولكن من أجل الأسرى. لكن مشكلة هذه الأعداد، وهنا هذا
تفسر لماذا يتجاهل نتنياهو، يتجاهلها نتنياهو أنها تطالبه بصفقة لا ولا يطالبونه بوقف الحرب. مثلا شهدنا بعد 82 في اجتياح بيروت، شهدنا مظاهرة أعتقد 50,000 واستطاعت أن تؤثر، ولأنه كان شعارها وقف الحرب لاعتبارات أخلاقية وسياسية وقانونية وآخره، وضد شارون شخصيا في تلك الفترة. هذا لا غير موجود اليوم، هم يطالبون بعودة الأسرى ويؤيدون استمرار الحرب، ونتنياهو يقول لهم لا يمكن عودة الأسرى لأن حماس تضع شرط وقف الحرب كأحد يعني مخرجات هذه الصفقة. أيضا نتنياهو يعتبر أنه هذا الرأي العام غاضب ومحتقن ولديه ردة فعل على مقتل الأسرى الستة وقد يتراجع. إذا استمر هذا الزخم وهذه الأعداد أنا أعتقد أنها ستنعكس على الليكود، ربما جالنت يكود تمرد داخل الليكود وهذا سيهز الائتلاف، هذا احتمال وإن كان ضعيف. هذه نقطة هامة ولافتة وأنا أود منك شرح لها، انعكاس أيضا هذا العناد من قبل نتنياهو على الداخل الإسرائيلي.